شا في إطار جهود المتواصلة لكبح ظاهرة الأمن المروري وعلى إثر رصد مقاطع فيديو من طرف مركز الإعلام وتنسيق المرور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبين مناورات خطيرة تعرض حياة مستعملي الطريق للخطر، وهذا بكل من ولاية قسنطينة الجزائر العاصمة ووهران، مباشرة تم إعطاء تعليمات لوحدات القاعدية بمباشرة التحريات، حين أفضت إلى توقيف المشتبه بهم بتهمة جنحة تعريض حياة الغير أو سلامتهم للخطر المنصوص عليها في قانون العقوبات، ومخالفة المناورات الخطيرة في طرق السيارة والسريعة المنصوص عليها في قانون المرور. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المعنيين إلى الجهات القضائية المختصة.